بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ربع أو ربع ما فيه وفاء لدينه أو ربع إذن أو ربع ما فيه وفاء لدينه. هذه المسألة تحدثنا عنها في الدرس الماضي وقلنا إذا كان على الإنسان دين وله مال، هذا المال الذي تجب فيه الزكاة، هنا نقصد العين بطبيعة الحال، قلنا الماشية والحرث لا يؤثر فيها الدين. إذن نحن نتحدث عن العين، الذهب والفضة والنقود الأخرى التي تقوم مقامها، فهذه إذا وجد فيها نصاب تجب فيها الزكاة، إلا إذا كان على صاحبها دين. ننظر لهذا الدين، إذا كان يساوي هذا المال الذي تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، أو تنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه. أما إذا يعني قابلنا ما عنده بالدين الذي عليه وبقي ما فيه النصاب فإن الزكاة لازمة له. هذه مسألة مفهومة والآن هو تحدث عنها. بقي في شيء لابد أن ننبه عليه قد ذكره الشارح فيما أعتقد. قلنا إذا كان عنده ما يجعل في مقابل الدين من عروض مقتنات للقنع، فهذه العروض قيمتها يعني تقابل الدين، فكان معلش دين هذا، يعني هو عند 10,000 نقد وعليه 10,000 دين، لكن عنده من السيارات أو من العروض الأخرى ولا الآلات والله عقارات وغير ذلك ما يغطي هذا الدين، لو تضايق لباع ما عنده ودفع الدين ما يبقى عليه شيء، هذا يزكي الأموال اللي عنده لأن الدين كأن لم يكن، طالما عنده ما يجعله في مقابله فكأن الدين ليس عليه، هذه القاعدة. لكن بقي أن ننبه على شيء مهم، وهو أن هذه العروض التي نحسبها في مقابل الدين يشترط فيها أن يمضي عليها الحول، لابد العروض هذه أن يكون مر عليها حول، فكان عند عروض تساوي الدين أو حتى أكثر من الدين ولكن الحول لم يمر عليها هذه فلا يعتد بها،
كأنها غير موجودة. إذن العروض هذه شرط فيها أن تكون مساوية للدين، والثانية أن يمر عليها حول مساوية في قيمتها بطبيعة الحال. أما إذا ما مرش عليها الحول كأن لم تكن، كأن ما عندهاش عروض. نعم. قال الشيخ: ومن له مال. قال الشارح رحمه الله ثم انتقل يتكلم على زكاة المديان، فقال: ومن له مال تجب فيه الزكاة. طبيعة الحال ما تحطوش على الأموال ما تجب فيها الزكاة. وعليه دين مثله أو ينقصه من مقدار مال الزكاة. انظر، هي واضحة، يعني ما تحقش تنزيد ونشرحها، واضحة جدا. نعم، إما يساويه أو ينقصه عن النصاب. فإذا تسبب هذا الدين الذي اندفعه صاحبه لصاحبه المديان للدائن، فإن المال الذي عنده، العين التي عنده، تنقص عن النصاب فلا زكاة عليه. ينقصه عن مقدار الزكاة فلا زكاة عليه. اللي وقفنا عندها في درسنا الماضي هي قضية الدين هذا، مهر المرأة هل يدخل فيه أو لا؟ مهر المرأة هل يعتبر دينا يسقط الزكاة أو هذا هو دين؟ قطعا بالإجماع، لكن الخلاف هل يسقط الزكاة أو لا؟ هذه المسألة اللي فيها خلاف. مشهور المذهب أنه لا فرق بينه وبين بقية الديون، يسقط الزكاة. إذن حتى دين المرأة، دين الزوجة، يسقط الزكاة طالما ما أعطاها الهاش فهو دين. حكاية يجب عليه أن يدفعها إليها أو لا، هذا يعتمد. إذا كان مؤجل بأجل معين، نعم، ننظر إلى أجله. والثانية ننظر إلى قضية المطالبة به، هل طالبت والله، لأن صاحب الدين يمكن أن يؤخر. واحد يبي منك 10 دنانير، ما قدرت موعد مثلا أن تدفعها إليه شهر رمضان الماضي، ما يجي شهر رمضان قلت له شنو رأيك يعني نزيد نأخر شهرين والثلاثة، يقول لك لا عندك لدن حتى عام. فهذا له أن يؤخر. نعم، له أن يؤخر. كذلك المرأة تؤخر. المهم، إذا لم يدفع الزوج إلى زوجته مهرها المؤجل، إن كان هناك مؤجل، هو الأصل فيها أن المهور مؤجل، هذا الأصل، لكن جرت عادة الناس أن يجعلوا المهر قسمين، قسما مؤجلا يدفع أثناء العقد، وقسما مؤجلا في الغالب يعني يؤرخ به إلى 2 سنين من تاريخ العقد. والمرأة إذا دفعت لها مهرها تنزعج، لأن هذه يعني ما يدفعوش إلا عند الطلاق، وهذا غلط يعني في الفهم، غلط. ولذلك هو دين من الديون، يعني واحد تبي منه فلوس أنت جبت هلة، فشو سبب الانزعاج يعني؟ ما فيش مشكلة. كذلك المرأة، لكن بما أنه يقول لك، تقول لك المسألة قربت، فهي تخشى مسألة دفع المهر، لكن هي الحق هو لازم واحد يتخلص منها. وإذا كان يعني عفت المرأة عن هذا المهر، كذلك لها ذلك ما لم يكن بسيف الحياء أو بالإكراه، من باب أولى. لكن إذا كان المسألة عادية جدا فعلا، يعني لا بأس أن تعفي المرأة وزوجها من المهر حتى خلاص ما عادش يصفى. فإن لم يكن كل ما ذكرنا، أي لم يوجد، فهو دين إذا توفي، عبرنا بإذا لأنها للتحقيق، ما بدناش نقول إن توفي، هو متوفى قطعا،
هذه ما فيهاش نقاش. إذا توفي ولم يدفع المهر إلى زوجته فإن هذا المهر يعتبر دينا يخرج من التركة، دين كبقية الديون. فكانت ديون عندنا ديون بالتعبير القانوني ديون ممتازة، كالدين الموثق برهن، هذا ليه الأول الأولوية في قضية الإخراج. والقسم الثاني من الديون والديون المرسلة اللي ما نعم ما فيهاش لا رهون ولا غيره، الديون المقدمة في إخراجها من التركة كثيرة، لكن مش وقتها هذا، لما نصل إلى باب المواريث إن شاء الله نفصلها، كان قعدنا لهذاك التو. فالمهم أن الدين متاع المهر متاع المرأة نعم يتعلق ب يعني نخرجه من التركة كدين مرسل مش كدين ممتاز، سنعرف الفرق إن شاء الله بعد ذلك. كويس. إذن مشهور مذهب مالك أن المهر دين ويسقط الزكاة، هذا اللي يهمنا الآن في درسنا هذا، زي بقية الديون التي تسقط الزكاة. تسقط الزكاة من ماذا؟ من العين، مش من الماشية ولا من الحرث، هذا ما يدخلش فيه قضية الدين. كويس. قال الشارح رحمه الله: وظاهر كلام الشيخ أي ابن أبي زيد أن الدين يسقط الزكاة ولو كان مهر امرأته، وهو كذلك على المشهور، وهو كذلك على أحد التشهيرين، وهو الراجح. وعلى التشهير الآخر لا يسقطها، وظاهره أيضا ولو كان الدين دين زكاة. هذه مسألة أخرى الآن، انتهى من مسألة مهر المرأة واعتبره دينا، وأشهر التشهيرين أنه يسقط الزكاة، وأضعف التشهيرين أنه لا يسقطها. كويس. بالتالي تحول إلى مسألة أخرى وهي دين الزكاة. دين الزكاة هل يسقط الزكاة؟ يعني أنت ما دفعتش في سنوات ماضية الزكاة متاع فلوسك متاع مالك، فترتبت في ذمتك الزكاة، ما تسقطش مهما طال الأمد. كويس. يعني أنت الآن أهداك الله سبحانه وتعالى وتبت وندمت على ما فرط منك، قلت أني والله نعم علي كم زكاة كم سنة، وقلنا مرات حتى حسابها عسير، لكن في حالة الحساب العسير اللي حكينا عليه تؤخذ الحيطة لصالح الفقير. إذا قلت له علي 10,000 ولا 12,000 بينهما، تخليك في ال 12,000 صالح الفقير. المهم أنك الزكاة ما دفعتها تصبح دينا في ذمتك. دي هذه دين الزكاة هذا هل يسقط الزكاة عن نقودك الحالية؟ يعني عليك 10,000 ضربتها في سنوات ماضية فرطت فيها، والآن عندك 10,000 دينار تبي تطلع الزكاة متاعهن، هل الدين هذاك اللي يبيه منك الله سبحانه وتعالى يعني تجعل الدين هذا يأثر، تجعل يعني كأن الفلوس اللي عندك الآن لو أعطيتهم في الدين اللي نعم ما دفعتاش ما يفضل لك شيء، 10,000 ب10,000، هل تسقط زكاة مالك أو لا؟ تسقط على المشهور، يأثر حتى زي الدين متاع المترتب على الزكاة زي مهر المرأة قلنا يسقط الزكاة. ولو كان الدين دين زكاة وهو كذلك على المشهور. وقيدنا قوله عليه دين بقولنا بعوض احترازا من النذور والكفارات. بعوض ادخل مهر المرأة وادخل دين الزكاة، لكن النذور والكفارات ما دخلنش. نعم،
لأن النذر أنت اللي درته هذا، ودرته بدون شيء، عملته رتبته على نفسك بدون شيء. أما الكفارات ترتبت عليك بسبب مخالفات، فيعني هذه ما عند المالكية ما ينحسبنش، ما يسقطنش الزكاة. فاللي عليه مثلا يمكن تكون نعم عند 10,000 كذلك، ولعلكم يعني تتعجبون دائما مثل ب10,000، قصة عجيبة. نعم، على كل حال أي مبلغ، أي مبلغ عنده، لكن هم فوق النصاب. وانذر قال إن شفي يا مريضي فعلي نذر أن أخرج للفقراء 10,000. النذر هذا يعني هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ما فيش فايدة، صاحبه يندم في الغالب. يعني كثير من الناس يقول والله لو حدث لي كذا فعلي صيام كذا وكذا وكذا، فلو اللي يديرها ومنسجم ومسرور، وبعدها يقعد حاصل يسأل زعم ما فيش، كيف مهرب من هالعملية هذه. انت حصلت روحك في هالمسألة هذه، انت كنت حر بعيد يعني ما عندكش مشكل، وحصلت نفسك بهذا النذر الذي عملته. المهم لو نذر واحد أن يعطي الفقراء 10,000، وهو الآن عنده 10,000 نقد تجب فيه الزكاة، هل تسقط الزكاة؟ هذا النذر يسقط الزكاة ولا لا؟ لا يسقطه، لا يسقطه، يدبر رأسه يطلع الزكاة، والنذر قاعدة في ذمته لأنه أدخل هذا الأمر على نفسه وبدون ضرورة. شنو الضرورة للنذر؟ في شيء ضرورة بتاتا؟ وش الضرورة للكفارة؟ أنت اللي عملتها نعم، بعكس اقترضت ولا درت ولا الزكاة ترتبت عليك، بس ما عليك هذه. نعم، فهذا الفرق بين هذه الأمور. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. احترازا من النذور والكفارات قاله ابن عمر، ثم استثنى من سقوط زكاة العين بالدين مسألة فقال. استثنى المصنف، نعم استثنى من سقوط زكاة العين بالدين، قلنا احنا زكاة العين لما يكون واحد عليه دين تسقط، لكن استثني منها شيء ذكره الشيخ بقوله إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنى. إذا كان عنده هذا اللي وجبت عليه الزكاة عروض، نعم يمكن أن تجعل في مقابل الدين، يقولنا كأن الدين ليس عليه، وهذه حكيناها وشرحناها قديش مرة، لكن نقرأ ما قاله الشيخ. ثم استثنى من سقوط زكاة العين بالدين مسألة فقال إلا أن يكون عنده، أي عند من له مال فيه الزكاة، أي واجب فيه الزكاة، وعليه دين مثله أو دين ينقصه عن مال الزكاة شيء مما عنده، شيء مما لا يزكى. أرأيتم كم شيء هنا تعلق بعنده، عنده شيء مما لا يزكى من عروض مقتنات أي للقنية. تقدم أن المراد بها، مراد بها إيش؟ كل ما ليس عينا، هذا وقلنا عليه احنا، قلنا لما تذكر العروض يعني في مقابل العين تشمل كل الأمور حتى الرقيق، كل عقارات السلع بصورة عامة بجميع أنواعها تدخل. وأحيانا يذكر العرض يعني بمعنى السلع فقط، ولا يدخل العقار ولا الحيوان ولا الرقيق. نعم، فهذه المسألة لازم ننتبه لها في كتب الفقه.
تقدم أن المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح، وجاب القمح وبقية الأمور زيها. نعم، لو عنده رز والله شعير والله، نعم، والقمح وجميع الحبوب والثمار، والثمار والحيوان القاصرة عن النصاب. فقوله أو رقيق من عروض مقتنات، أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار بالفتح مخففا، وهي الأصول الثابتة، وإن لم يكن لها عتبة، يعني حتى أرض عادية. أو ربع وهو ما له عتبة، كالدور من عطف الخاص على العام، كلمة العقار تشملها ولكنه خصها يعني لينبه عليها بخصوصها. أو ربع ما اللي عند هذا كله من العروض المقتناة، ما فيه وفاء لدينه، ما اسم يكون لأنه قال إلا أن يكون عنده ما، أي شيء، اسم يكون بمعنى شيء، وخبرها الظرف. هو نبهنا عليها حتى قبل أن يصل إليها، لأن يصل إلى قضية خبر، قال هو إيش هذا خبر، حكاية اسم يكون، عفوا اسم يكون نبهنا عليها قبل قليل. وين نبهنا عليه؟ قبل قول المصنف مما لا يزكى، أي شيء مما لا يزكى، وزاد نبهنا عليها مرة أخرى لأنه طالت المسافة بينهما، فلا نبهنا من جديد على اسم كان، لأنه يكون زي كان بالضبط. نعم، فإذا كانت تامة أخذت فاعلا، وإذا كانت ناقصة أخذت اسما وخبرا. ما اسم يكون بمعنى شيء، وخبرها الظرف. نعم، عنده هذا الظرف، إلا أن يكون عنده، إلا أن يكون شيء عنده، وخبرها الظرف المتقدم. ومما لا يزكى إلى آخره بيان لما. نعم، ففي كلامه تقديم وتأخير، تقديره أن من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مال الزكاة، فإن الزكاة تسقط عنه إلا أن يكون عنده شيء. هذه فهمناها احنا حتى بدون شرح، فهمنا. المهم نوجز المسألة من جديد، أن من عنده مال عين تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة، ويعني نصاب واصل وكذا، إلا أن يكون عليه دين، والديون بصورة عامة كلها استثنينا منها أمرين، النذور والكفارات، البقية الباقية تؤثر الديون كلها. إذا كان عليه دين من غير النذور والكفارات فإن هذا الدين يسقط الزكاة عن ماله، إلا أن يكون عنده من العروض التي مر عليها حول، من زمان ما ذكرهاش هذه، لكن هذه ضرورية جدا، مما يجعله في مقابلة الدين، فإن هذا الدين لا معنى له ويزكي ماله كأن الدين ليس عليه. لا لا، توجيه هذه جاءتك قبل بعض أسطر. نعم، ففي كلامه تقديم وتأخير حكينا عليه، فيه وفاء لدينه، أي هذه الأشياء التي ذكرها والتي تجعل في مقابلة الدين خيرها، فيها إيش؟ وفاء لدينه. إذا باعها تخلص له الدين متاع، كأنه معلش دين خلاص، هذا المقصود فيه، فيه وفاء لدينه، يعني القيمة متاع هذه العروض إذا باعها يستطيع أن يدفع ما عليه من الدين، كأن الدين ليس عليه. فيه وفاء لدينه مما لا تجب فيه الزكاة من عروض القنية، فليجعله في مقابلة ما عليه من الدين على المشهور.
هذا هو كل اللي تحدثنا عنه في هالكلمتين. بعدها قال الشارح: بشرط أن يحول عليها الحول، بشرط أن يحول عليها الحول، وهي مسألة خلافية، لكن هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد في المذهب، أن العروض هذه اللي بتجعل في مقابل الدين من شرطها أن يحول عليها الحول، بشرط أن يحول عليها الحول عند ربها، وأن تكون هذه المسألة المهمة، وهذا سؤال الأستاذ توفيق، وأن تكون مما يباع مثله في الدين، يعني في حالة التفليس اللي يباع على المفلس، ما يباع على المفلس. شو اللي يباع على المفلس؟ هو تقريبا كل شيء، نعم، كثياب ونحاس وماشية. قال المالكية: ولو دابة ركوبه، حتى دابة الركوب ركوب كذلك تباع عليه. عندكم ليش اللي تستثنى؟ تستثنى ثوب جسده، هذا لا، ودار سكناه كذلك، ثوب الجسد ودار سكناه ليسكن فيها، ودار سكناه مقيدة بقيد آخر، إلا أن يكون فيها فضل عن سكنه. نعم، إذا كان هو يعني الحوش اللي ساكن فيه في فائض عنا، نعم، يمكن إذا بيع هذا الفائض يخلص الدين، فهذا ما يسقطش الدين بتاع الزكاة. إذن الماء طبعا الماشية تباع، وحتى ولو دابة الركوب قلنا، وهذه نفهم منها في أصلنا هذا السيارة، سيارة تباع على المفلس، أن دابة الركوب كانت تقوم مقام السيارة في عصرنا هذا. ثوب الجسد لا. ثياب الجمعة عندهم تباع على المفلس، ولأن يعني من المستحسن عند المالكية وحتى عند غيرهم أن يخصص المسلم ثوبين لجمعته، خصصا للجمعة. ما الآن أنتم ربما واحد يتعجب من هذا الأمر، لكن في يعني لما نتكلموا على الظروف الصعبة، يعني واحد يجعل ثوبين، الآن واحد عنده دولاب مليان مخلط، وكلما معناها يعني مر عليه قليل يقول لك هذا الموضة متاعها سقطت. هذه قضية لم تتوفر للغير، ما زالت في بعض البيئات لم تتوفر. إذا كان بعض الناس الآن يعيشوا على يعني التفتيش في القمامة حتى يستخرج منها رغيفا من الخبز أو شيئا من ذلك، وإحنا نرمو فيه الآن في كل مكان، يعني إحنا ما راعينا نعمة الله علينا. المسألة طويلة سأتركها. فأحكوا لها توبين الجمعة تؤبع لأنها زايدات، هذين أصل فيهن أنه يقعدن ويلبسهم من الجمعة الجمعة يبدل بهن كذلك. وقد استحب كثير من علمائنا أن يكفن المرء في ثوبي جمعته، هذا الكفن متاعه إذا كان هم داوم، لأن هذا الثياب متاع الجمعة يعني يحضر فيها المشاهد المباركة فقط، وأما بقية الثياب الله أعلم يمشي بها له لكل مكان. نعم، فالمهم ثوبا الجمعة زايدات، ولذلك تباع على المفلس وتباع على وتجعل في مقابل الدين. نعم، إذن العروض بصورة عامة يمثل لها بعض فقهائنا بنحاس وثياب وما شابه ذلك، كله يدخل في هذا. نعم، ولكن لازم نعرفوها قضية ربما يستغربها البعض، هو ثوباء الجمعة كذلك. ثوب الجسد متاعه للابسة هذا لا، دار سكناه لا،
وقيدناها بقيد إلا أن يكون فيها فضل عن حاجته. ننظر الفضل هذا كانه يجعل في مقابل الدين كأن لم يكن عليه دين، كانوا ما عندهاش إلا الدار هذه اللي يسكن فيها ما عندها فيهاش فضل، فإنها لا تحسب لأنها لا تباع على المفلس. ما نقولهاش والله نرمونك دبشك في الشارع. إذن وأن تكون مما يباع مثله في الدين، أي على المفلس طبيعة الحال. خير هذا اللي عنده من العروض ما مر عليه الحول ما يجعل ما وفيه وفاء لدينه، خيره يزكي ما بيده من المال كأن الدين غير موجود. نعم لا يسقط الزكاة إذا كان عنده ما يجعله في المقابل، لا يسقط الزكاة. يزكي ما بيده من المال. قال مثاله الشارح أن يكون عنده نصاب من العين وعليه دين بقدر ذلك، قلنا هذا بكر احنا 10,000 10,000 مثلا، أو ينقصه عن مقدار ما تجب فيه الزكاة، وعنده من العروض ما يوفي دينه، فإنه يقوم العروض وقت الوجوب آخر الحول ويجعلها في الدين بالشرطين المتقدمين ويزكي العين. هذا إذا وفت عروضه بدينه، فإن لم توفي عروضه بدينه حسب ماذا؟ حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. وإحنا قلنا أن المهم تحسب العروض اللي عندك هذه تجعلها مقابل الدين، تارة جنس وسواء، تارة تحول من الدين يعني بقية باقية و و و و وما بقي من الدين لا يؤثر عليك لأن العين أكثر. فهذه المسألة دائما نزيد نكررها ونوجزها، العروض اللي عندك هذه المقتنى الأصل للقنية ما هيش ما تجنش فيها الزكاة تقومها، ولكن قلنا بشرط مرور الحول عليها، تقومها فتجعلها مقابل دينك. كان جت سواسوا انتهينا ما عليكش الزكاة، كان هي نقصتها نقصت العين متاعك الدين اللي بقي هذا ما عندكش ما تجعله في ما تجعله في مقابله هي نقص عن النصاب كذلك خلاص ما عليكش الزكاة. أما إذا حولت منه هو هلبة حولت منه جزء وبقي من العين متاعك ما تجب فيه الزكاة، مثلا عندك 30 دينار 30 دينار ذهبي واحنا قلنا النصاب 20، اذا لو عندك انت 10 عروض قومت ب10 دنانير ذهبيه هذه تجعل في مقابل العشره حولوهم 30 شو يصبح عندك 20 عليك زكاه ولا لا؟ عليك زكاه. لو عندك يعني دين عليك 11 دينار ذهبي وعندك ما تجعله في مقابله 10 دنانير عروض تقوم بعشرة دنانير وانت عندك 30 والدين 11 قلنا العشرة في عشرة هذين مشن خلاص حولوهن اصبح واحد نقص من 20 اصبح كان عندك ايه 19 و19 دون النصاب فلا زكاة عليك. هذا الذي يريد أن يقوله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومفهوم كلامه أجاب المثال قلنا احنا مثاله أن يكون عنده 30 دينارا وعليه 20 دينارا وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول وعنده ما يفي بعشرة تبقى كم 10 من 30 ويعطيها فتبقى 20 يعني ودر هو مش بالضرورة يعطيها لكن هذا الأصل فيه الأصل فيها أن يخلص بها الدين متاعه هذا مش عبر بالإعطاء ويعطيها فتبقى 20 فيزكيها كان هو نقصت على 20
لا يزكاه. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يبقى بعد ذلك نصاب أنه لا يزكيه، وهو كذلك. مثاله أن يكون عنده 20 وعليه 20، وعنده من العروض ما يوفي ب10، فتبقى 10 بس، والعشرة هذه دون النصاب، فتبقى 10 يعطيها من 20، تبقى 10 لا زكاة فيها. نعم. ولما بين أن الدين يسقط زكاة العين شرع يبين أنه لا يسقط زكاة ما عداه، فقال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. وحكينا عليه، قلنا العين بس هذه المسألة، أما الماشية ما يهمناش قديش عليك من الديون. زكي الماشية في عينها، الماشية نفسها لما يطق عليها الحول وهي نصاب زكاة، لا ينظر، لا يقال إذا كان عندك 20 شاة 40 شاة مر عليهن حول وفيهن شاة واحدة قلنا هذه، قال له أنا علي 40,000، ما لهاش أي قيمة. الدين لا يدخل في المسألة هذه. وكذلك في الحبوب: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، وكذلك لا يسقط زكاة معدن، توجين المعد، ولا ركاز، وهو دفن الجاهلية. مثل أن يكون عنده شيء من هذه المذكورات وعليه دين يستغرق ما عنده، ما ليش قيمة الدين هنا، فتجب عليه الزكاة ولا يسقطها. والفرق بين ذلك وبين العين أن السنة إنما جاءت بإسقاط الدين في العين، وأما الماشية والثمار فقد بعث عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده الخراص والسعاة، فخرصوا على الناس وأخذوا منهم زكاة مواشيهم، ولم يسألوهم هل عليهم دين أو لا، فدل ذلك فهل عليهم دين أم لا. وهذه ديما تعبير الفقهاء بحكاية بعد هل أم. وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند أشهب. زكاة الفطر هل يسقطها الدين أو لا؟ مشهور المذهب لا يسقطها. أما تبقى آخر رمضان وأنت عندك ما يزيد على قوتك، اطلع إيه زكاة الفطر ولو كان عليك دين حتى أضعافها. هذا رأي أشهب وهو المشهور المذهب. ويسقطها عند عبد الوهاب وهو ضعيف. ثم انتقل يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين فقال: قال الشيخ: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. الدين دوين عليه، ومع ذلك نجد أن نكمله نوجزه. احنا قلنا الدين دينان، دين أي بمعنى قرض حسن لوجه الله على واحد مسلفة فلوس أنت، هذا لا زكاة فيما أعطيته حتى تقبض منه ما أعطيته، حتى يرجع لك فلوسك إن شاء الله، يبقى 20 عام وتزكيها لسنة واحد. وهذا تشجيع لقضية الإقراض لما يكون في ناس ترد طبيعة الحال. نعم، أي هذا الأصل، هو الأصل. الأصل يعني لما نقرأ السيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع في بداية الأمر، امتنع عن الصلاة عمن توفي وعليه دين، يعني هذا فيه تنبيه. احنا الدين الآن عندنا لا يساوي شيئا حتى حاجة، تبي من واحد يقول لك هذا فلوس هلبة. فهذه قضية امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المدين، وانظروا من هم، هو ذاك التو صحابة مزاهلتنا احنا. ف
فهذا يدلك على أن مسألة القرض مش قضية سهلة، يجب الإنسان. ولماذا الفقهاء درسوا داروا يعني حتى باب للتفليس، باب المفلس، ووصلنا حتى ثياب الجمعة تباع. شو الله لم عندي شيء لثياب الجمعة، والفضل عن سكن يباع، كذلك استبدل به سكن آخر. فإذا قضية الدين قلنا دينان، دين من قرض، هذا ما تطلع الزكاة إلى أن تقبضه، مش يوصل للموعد متاعه. لأن مرات أنت قلنا هذا الأصل، هو الأصل أن يكون مؤجلا بأجل معين. حتى ولو كان مؤجلا وصل أجله ليس عليك زكاته حتى إيه؟ تقبضه. نعم، فإن قبضته فتزكيه لسنة واحدة. قضية واضحة. هذا بالنسبة للقرض. الثاني، الدين الثاني دين من بيع. واحد بايع على حاجة، أنت ما زال ما خلصكش، بايع على حاجة وما خلصكش، هذا دين أيضا، يصبح في ذمتك. كويس، هذا كيف العمل معه؟ هذا له حالتان، قلنا إما أن يكون هددوين عليها كل رأي، إما أن يكون صاحبه لا ينقصك أو لا ينقصه إلا أن تطالبه به مجرد نعم أمورها تمام، غير مماطل، غير معدم، مجرد ما تقول له على الدين أعطيه لك. هذا تزكيه لكل عام، حتى ولو لم تقبضه تزكيه لكل عام. لكن رانا احنا تكلمنا على الدين هذا اللي ليك على الناس بثلث قيود، ثلث شروط. ايش احنا اللي درناها؟ ان يكون حالا، ايه نعم، وان يكون عينا، وان يكون مرجوا. نعم، فاللي مش مرجو، هذا احنا حكينا على المرجو، هذا صاحبك ما ناقص كل كلمه بيعطيه لك، هذا تديره كأنه عندك. لكن عندنا طريقة معينة كيف يقدر الدين، سنرجعها، فيها بعض التفاصيل، لكن المهم أنك بتطلع عليه تو نعرفه كيف نقدره. نعم، هذا الدين اللي مضمون، ما فيش مشكل، صاحبه لا هو مماطل ولا هو معدم، نعم، وتطاله الأحكام حتى عند الضرورة. النوع الثاني من الديون اللي انتع البيع أو انتع القرض، هذا لله، هذا انتهينا منه. هذا إذا كان صاحبه لا تطاله الأحكام، ولو كان مليئا غني عنده فلوس، لكن لا هو عاطي، هو مماطل، ولا تصله، لا تناله الأحكام، هذا كأن لم يكن. واحد ثاني ما عنده شيء، هو كويس ومرته طيبة وكان عنده له عطيه، لكن ما عنده شيء، لا معدم، هذا ما عنده ما يعطيك. كويس، الثالث ولا الرابع لا أعرف، المماطل هذا عنده وربما الأحكام لا تطاله، لكن لا يقول لك، لا ينكرك ولا يعطيك شيء. الأشكال هذه كلها، الديون بهالشكل هذه كلها لا زكاة فيها حتى تقبضها. فإن قبضتها زكيتها لعام واحد. إذن المضمون تقومه كل سنة وتطلع عليه كأنه في خزانتك، واللي مش مضمون اللي هو خصصنا للأخير لا تخرج زكاته حتى تقبضه، يعني قبض فعلي عندئذ تطلع الزكاة متاعها لكم عام؟ عام واحد، ولو كانت المماطلة أو العدم هذا مرت عليه سنوات طويلة. نعم، ثم انتقل يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين، فقال ولا زكاة على من له مال في دين أصله عين. طبيعة الحال دائما الفقهاء يتحدثوا على قضية العين، قضية العرض هذا لا. وحكينا احنا لما ندوينا على التجارة
وقلنا لو واحد افتح دكان فلم يبيع بدرهم واحد، وإنما لم يبيع أصلا شيئا، أو باع بعروض، باع تلفزيون بطاولة، باع سيارة بدراجة نارية، إلى آخر عروض، في عروض كلها، ليس عليه زكاة حتى ينض له من المال ناض، حتى يبيع بالفلوس. نعم. في دين أصله عين عنده أو بيده أرض تجارة خير هذا حتى يقبضه. يريد بالدين، يريد به ماذا؟ دين القرض ودين البيع إذا كان محتكرا. احنا فرقنا بين الإدارة والاحتكار وتوسعنا حتى في الكلام عليهم، وقلنا الإدارة كيف يديرونها؟ يقومها صاحبها كل عام، لكن بشرط أن ينض له شيء كما ذكرنا. اللي يبيع ويشري باستمرار، فاتح دكان والله، فراش والله، أي إمكان، نعم، هذا معيدة تطق الحول متاعه، وقد باع ولو بدرهم، يقوم السلع متاعه ويطلع عليها. وقلنا طريق تقويمها كيف؟ ايه، من يوم اللي هذاك اللي وجبت فيه الزكاة كأنه يبيعها جملة، مش يتركها بطبيعة الحال، لا، الثمن المناسب في ذلك اليوم لتجار الجملة، بيأخذوا منك دكانك كله، هذا هو اللي تحسبه. نعم. والعام الآخر زيه وهكذا. وأما بالنسبة للمحتكر اللي ينتظر غلاء السوق، هذا ما يبيع عشان يغلى السوق، هذا ليس عليه زكاة في تجارته حتى يبيع، فإن باع أخرج لسنة واحدة ولو بقيت بضاعته سنون، ولو نعم ولو بقيت سنين عفوا. نعم. فهذه الطريقة. إذن المحتكر هذا ما يطلعش إلا مرة واحدة لما يبيع، والمدير اللي يحرك في بضاعة يبيع ويشري يطلع له كل سنة، لكن بشرط كما ذكرنا أن ينض له شيء. هو نادر حكاية واحد ما نضلش يفتح تجارة وما يبيعش حتى بدراهم معدودة. نعم. ولا زكاة عليه حتى يقبضه. يريد بالدين دين القرض ودين البيع إذا كان محتكرا، مثل أن يكون عنده مال فيسلفه لرجل، هذا قرض حسن. مثل أن يكون عنده مال فيسلفه، إيه، فيسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم يبيعها بدين، وإن أقام الدين أعواما عند المدين فإنما يزكيه ربه لعام واحد لما مضى من السنين بعد قبضه. إذا كان نصابا، هذا كما عندهش فلوس أخرى، أو مضافا إلى مال عنده قد جمعه وإياه الحول فيكمل به النصاب. إذن مسألة الدين هذه نرجع فيها كلامنا الأول. القرض لا تدفع زكاته القرض وجه الله إلا عندما تصلك نقوده، كويس. الثاني من بيع، بيع حاجة أنت بالدين، أنت إما أن تكون تاجرا أو تكون تاجرا مديرا أو تكون محتكرا أو تكون لست تاجرا أصلا، بك لا محتكر ولا مدير، أنت قنية كان عندك حوش وبعته، أو مزرعة وبعتها، أو سيارة وبعتها، هذه الأخيرات لا كلام لنا مع أصحابها إلا إذا بقيت النقود ومضى عليها الحول. هذه بالنسبة اللي كانت للقنية وبعناها. وأما التجارة ففرقنا بين المدير والمحتكر. المدير يقوم أموره يعني كل عام، والمحتكر ليس عليه زكاة حتى يبيع ولو بقيت يعني سنوات طويلة. فيسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم يبيعها بدين، ثم يبيعها نعم بدين، وإن أقام الدين أعواما عند المدين فإنما يزكيه ربه لعام واحد لما مضى من سن، كويس.
قال الشارح: تنبيه ظاهر قوله إنما يزكيه لعام واحد إلى آخره، وإن كان فرارا من الزكاة. والذي قاله ابن القاسم: إن تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين. وإنما قيدنا قول الكلام ثاني. إذن هذه مسألة مهمة، حكاية القرض الحسن. إذا يعني قلنا احنا مؤجل بأجل، هذا الأصل في المسألة. إذا وصل للأجل وقلت لصاحبك هو بخلصك وعنده بيش يخلصك بيدفع لك، قلنا فإذا دفع عليك وقبضت تخرج الزكاة لسنة واحدة. كويس، أنت الآن قلت له لا خلي، أنا مش محتاج الآن للفلوس وخلينا عندك. هذا المقترض قلت له أنت أجلت، نعم هو حل الموعد، لكن قلت له أنا راه الفلوس ما عندي من دير بين، خلينا عندك، وسع علي نفسك. هذه تارة تكون فعلت ذلك فرارا من الزكاة، وتارة لم يخطر ببالك مسألة الفرار من الزكاة. أما إذا لم يخطر ببالك أن تفر من الزكاة لا شيء فيه. وإنما الخلاف في ذلك إن فعلت ذلك فرارا من الزكاة. قلت ماذا بي أن أخر المسألة حتى تتأخر الزكاة. هذا الكلام اللي فيه ابن القاسم عند وإن كان يعني إذا كان فرارا من الزكاة ما ينفعش. أيوة. وغير ابن القاسم قال ولو فرارا، ولو فرارا من الزكاة. والذي قاله ابن القاسم إن تركه فرارا من الزكاة زكى السنوات الماضية كلها، زكى ما مضى من السنين. وإنما قيدنا قوله في دين بقولنا أصله عين أو عرض تجارة. ما لكان أصل ما هوش عين ولا عرض تجارة، قال احترازا مما إذا لم يكن كذلك جات صدقة أو هبة أو ورث من مورثه شيئا. ورث فلوس هذا عليه زكاة؟ ها؟ معلش الزكاة هذا؟ نعم، حتى ولو بلغت هذه الهبة وهذه الصدقة نصابا، إلا أن يكون عنده بالضبط من قبل، نعم يعني عنده فلوس أخرى تمر عليهن الحول ويمثل النصاب، فيخلط الجميع ويخرج الزكاة. احترازا مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثلا فإنه يستقبل به، ميراث يستقبل به كما سيصرح به. كل الميراث قلنا الميراث والصدقة والهبة، وإذا بعت شيئا كان للقنية قلنا عليها هذه أيضا، بعت الحوش متاعك، بعت سيارتك، هذا إذا كان الفلوس قاعدا حول طلع عليه صرفتهن فورا أو خدت بين حاجة أخرى والله غيرها للقنية أيضا فلا زكاة عليك. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.